الصحة المصرية تناشد هذه الفئة سرعة التوجه إلى المستشفيات. نتعرف مع بعض على الفئات اللي بتناشدها وزارة الصحة بسرعة التوجه إلى المستشفيات سواء كانت العامة أو الجامعية. أصدرت وزارة الصحة المصرية والسكان عدة نصائح يجب اتباعها عند الإصابة بفيروس كورونا لضمان سرعة الشفاء وعدم حدوث أي مضاعفات خلال فترة الإصابة. أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في منشور على الصفحة الرسمية للوزارة أن أول خطوة يجب اتباعها عند الإصابة وهي عدم القلق والخوف، وأن يعزل المريض نفسه من 5 إلى 7 أيام ويأخذ كاست وفير من النوم مع الإكثار من شرب السوائل والمياه. وحث متحدث الصحة المصابين بالفيروس على ضرورة إرسال رسالة على رقم العزل اللي هو المنزلي 1440 أو 1440 مع استخدام مخفضات الحرارة ومسكنات عند اللزوم. وإذا شعر المريض بأعراض معينة يجب التوجه على الفور إلى عيادة الأمراض الصدرية أو قسم الطوارئ في إحدى مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية. وذكر الدكتور حسام عبد الغفار الأعراض اللي هي طبعا اتكلم عنها، وهي كالتالي: صعوبة في التنفس وانخفاض نسبة الأكسجين عن 92% والاضطراب في درجة الوعي وارتفاع متواصل في درجة الحرارة، لا يستجيب للمضادات الحيوية لمدة 48 ساعة. دي كانت منجة من وزارة الصحة المصرية لهذه الفئات بسرعة التوجه إلى المستشفيات في حالة طبعا الشعور بهذه الأعراض. ربنا يشفي الجميع وربنا يعدي على خير. وأشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.